يمثل الشعب، الشعب سيد، وهذا اللي باش يجي باش يتكلم باسمه، باش يكون الوحيد اللي باش نجم يتكلم باسمه. هذاك وقت النهار اللي المجلس التأسيسي انتخب لازمنا الكل نسكتوا، ما عادش عندنا قول يعني لتسيير البلاد. نقعدوا نتحدثوا في الصحف وفي التلفزه، نعطيو الاراء تاعنا الديمقراطيه، نعبروا نفكروا الى غير ذلك. اما اللي باش يحكم هو المجلس التأسيسي. المجلس التأسيسي ينجم ياخو رئيس من بينه وحكومه من بينه. المجلس التأسيسي ينجم يعين رئيس من يعني من غير أعضاء المجلس التأسيسي. الحكومة صعيب باش تكون خارجة عن المجلس التأسيسي، تري ديفيسيل، اون بو با انفيزاجي سا. دونك جو بونس كو المجلس التأسيسي ينجم يكون الرئيس اللي باش يختار اللي باش يعين، ينجم يكون عضو في المجلس التأسيسي وينجم ما يكونش عضو في المجلس التأسيسي. أما بالنسبة للحكومة يظهر لي المجلس التأسيسي الاختيار نتاعو محدود في اعضاء، رغم السياده نتاعو فهمت في الاعضاء نتاعو، باش ينجم يراقبهم. كيفاش المجلس التاسيسي باش يراقب الواحد؟ فهمت لازمو هو لذا نقول اللي المجلس التاسيسي سيد سيف على ما يشاء. الشيء الوحيد اللي نجم نقولو هو المجلس التاسيسي كيفاش باش يعمل نهار ماهوش يقع الانتخاب نتاعو، وبعد باش يمشي يجتمع لاول مره باش يدخل لوين وين مش يمشي، ما مش يمشي القصر بعد طبعا، هذاك هو النواب نتاعنا يمشيوا غاديين. نهار اللي يجمع الرئيس الحالي والحكومة الوقتية اللي باش تمشي تقدم استقالتها، والمجلس التأسيسي باش يعين رئيس الجمهورية الجديد، حكومة جديدة، وين باش يعملوا هذوما؟ باش يمشيوا مع المجلس التأسيسي حتى المجلس التأسيسي صدر الدستور. وقت المجلس التأسيسي صدر الدستور باش يدخلوا في جمهورية ثانية، وينشر الدستور الجديد في غير رسمي، باش ندخلوا في جمهورية تونسية ثانية، ولازمنا نعاودوا اللعبة من جديد، وقتها باش نعاودوا نعملوا انتخابات تشريعية على أساس الدستور الجديد. معناها المجلس التأسيسي ما عندوش كونتر بوفوار، ما عندوش كومش يراقب إذا كان هما المنتخبين بدلوا رأيهم. المجلس التأسيسي شكون اللي باش يراقب؟ المجلس التأسيسي يراقبوا الشعب. هذاك هو الشعب، الصحافة، الإعلام، الجمعيات، الأحزاب. لا المجلس التأسيسي ماهوش باش نعمل تو باش نقول لك سيد. وقت نقول لك المجلس التأسيسي سيد يعني هي كلمة راهو، واش معناها سيد يفعل ما يشاء؟ لا لا لا، ما يعمل ما يشاء على خاطر الشعب دائما موجود، والشعب دائما له الكلمة، والشعب باش يكون الممثلين نتاعو في الأحزاب والصحافة والهيئات، هيئات الدولة والقضاء والمحامين والأساتذة والجامعة والشبان وكذا. يا أخي المجلس التأسيسي هو يعني وقت نقول لكم المجلس التأسيسي سيد، معناها سيد من الناحية القانونية، هو عنده الشرعية وعنده المشروعية نتاع الشعب. وقت نقول لك يفعل ما يشاء، اش معناها؟ معناها يفعل ما يشاء مش بدون حساب. لا، يفعل ما يشاء تحت رقابة الشعب الممثلين نتاعو، على خاطر الشعب مش ما عنده إلا تمثيل في المجلس التأسيسي هو. كلنا نمثل الشعب، كل حزب يمثل الشعب، وكل جمعية تمثل الشعب، وكل صحافة تنجم تكتب باسم الشعب، وحنا ماشيين كلنا شعب. ولذا المجلس التأسيسي يبدا دائما تحت الرقابة الشعبية. أنا تقول ينجم المجلس التأسيسي معناتها يخدم معناتها القانون الدستور ويخدم في الحكومة، ما فماش اختلاف. لا علاش؟ لا مش يخدم في الحكومة، هو يراقب الحكومة. شوف المجلس التأسيسي قداش باش يقعد تو باش يعمل دستور جديد؟ شكون اللي يعرف؟ نجم تقول؟ فماش حد. فماش حد. ولذا المجلس التأسيسي لازمنا نعاونوه، نقدموا له مسودة دستور باش نسرعوا له الخدمة نتاعو، ولكن المجلس التأسيسي باش يدخل في نقاشات فيما بينه، وهنالك أحزاب وكل شيء باش يتحرزها، وربما شوية تطاحن، هاك تشوفهم في المجالس النيابية ساعة ساعة ويقع فهمت مشادات حتى. ولذا المجلس التأسيسي بون واحد يقول لك في ستة شهور، نقول له شكون يختار لك ستة شهور؟ شنو ستة شهور وعام عام ونص؟ مين تعرف عليه؟ المجلس التأسيسي يقعد الوقت اللازم حتى لين يعمل الدستور في حدود. أنا أقول المجلس التأسيسي نجم يقعد ستة شهور، نجم يقعد عام، يظهر لي ما لازمناش نتجاوزوا العام، ولا فريمون ماكسيموم 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 عام في ستة شهور حاجة هكا. يعمل دستور جديد، عنده رئيس الجمهورية، ما عادش موقت هذا يعاد ولا رئيس الجمهورية، باش يمشي مع المجلس التأسيسي حتى يصدر الدستور الجديد، وعنده حكومة
نعرف لي يقع صدور الدستور الجديد باش ندخلوا في شيء اخر جديد وقتها كل شيء باش يتبدل تبقى الدستور الجديد اللي احنا ما نعرفوش شنو هو حتى حد ما يقول لك ايه اش باش يصير بعد وقت يقع الدستور وقت يصدر الدستور هذه حتى حد ما ينجم يجاوب على السؤال هذا على خاطر حتى ما يعرف الدستور هذا كيفاش يكون هل يكون رئاسي هل يكون برلماني هل يكون رئيس الجمهوريه منتخب هل يكون رئيس جمهوريه معين من قبل المجلس الواحد المجلس التشريعي يعني للبرلمان واحنا ماشيين هذا ما نعرفوش